مسا ميسو مسا مسا عامله ايه؟ تعالى هنا هاتو 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 منورين الدنيا والله. اول حاجه تعالى بس نصبح الناس. عكرميشو جود مورنينج مستر عكرميشو عامله ايه؟ هاي اسو هاي ايوك منور الدنيا فوفتي 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 عامله ايه؟ منور الدنيا قلبي قلبي ميدو ميدو ميدو. طيب اول حاجه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا نمرويه بص يا نمرويه بص بردك يا عكرمشويه. الناس اللي لسه اول مره تشوف الخرقه الجميله دي، لو انت معلم مش مشترك في القناه حالا انزل اشترك في القناه وفعل الجرس دوس لايك على الفيديو بسرعه بسرعه بسرعه، عشان النهارده الفيديو اللي انتوا مستنيينه هو فيديو ايه؟ لا ده هنا في الجيم، هنا في الجيم. ميسا عايزه ايه؟ انت كل ده عشان خاطر ايه؟ عايزه ايه؟ يلا ماشي شويه ننزل الميه. لا مش الدرجات دي. التحدي النهارده مختلف. اول حاجه الفيديو ده وان شوت ما فيهوش مونتاج، بدون مونتاج، يعني اللي هيلعب من اخره هبان، اللي هيجي يعطس هبان، اي حاجه هبان. اكرامي طبعا انت عارفين، يعني كنت اقسم بالله كنت هجيب العيد كمان ثانيه بس ربنا ستر. اقول لك على حاجه، احنا كل 3 ثواني بنادر الطرحه ده. لا انت بقى ثبتي دماغك بقى، دبسي دماغك بقى، بص كويس ربنا يستر. الفيديو عباره عن ايه؟ الفيديو عباره عن لعبه الاستغمايه بس بدون مونتاج، يعني مش هننتج يا جماعه، الفيديو قدامكم زي ما هو. يعني بصوا في واحد انا دلوقتي انا اللي ماسك اللعبه، اول لما الكاميرا جت مسكت اكرامي الكاميرا جت عليه يبقى هو خلاص بسم الله لوحده هينزل ينط في الميه. تمام، نفس الموضوع اسراء نفس الموضوع ايه، يعني ده عندك وعندي صح؟ أيوه كده تمام. خليها ننفذ العقابين عندي وعندك، يعني اللي بقى العقاب عندي هتبقى انت شايفه. ما اي ما ده العقاب بتاعك هيبقى عندي. ده مين تعيس؟ انا مش عارف احس، لا حاسس انا مش فاهم حاجه. انت مش فاهمين حاجه معايا ولا انا بس؟ عشان بس ايه بحسش ان انا غبي. يعني انا برضه انت هقول لك انا اقصد ايه، يعني دلوقتي مثلا انت مسكنا الفرقه خسرانه ماشي هنزلها في البول ماشي. طب ما احنا كده ما عقدناهمش كويس ليه؟ لان انا في فيديو تاني هنرمي فيه نفس الفكره. هو بقى هو عارف الفقر اللي هينزل مرتين. طب ده يبقى بص حاضر بقول لك الفقر. لا ده انا هسلخكم بقى، تعالوا بقى جاهز. طب ايه بقول لك ايه بالظبط؟ انا هبدا اعد من 1 لحد 10 ماشي، تكونوا اختفيتوا ماشي. من 1 لحد 10 هنكون اختفينا. ماشي 1 2. تعال بس عشان خاطر ما يقولش انا ببص عليهم، تعال افرقوا على الفيلا عقبال لما يخلصوا. اول حاجه اقسم بالله اللي هيجي ده انا هفرمه ربنا يستر، العلبة اكون موت حد. الجبه ضيقه جبت ايه؟ الميه الميه ضيقه. تعال يا مساميسو، تعال اما فين بقى؟ بص كده الميه يا جعان بعد الناحه. بص بس انتوا فاهمين الفيديوهات مش بتنزل بالترتيب، ممكن مثلا يكون في فيديو مصورينه بقى لنا 4-5 ايام بنروح منزلينه النهارده، عشان خاطر بصور لكم شويه حاجات من الاخر. انا بحاول اتكلم في اي حاجه لحد ما يستخبوا. ميسو لا لا تعالي هنا تعالي هنا تعالي. بقول لك ايه، فين اكرامي واسراء؟ تعالي ندور عليهم، اللي هنمسكه نجيبه ونرميه في البول ماشي. خلاويس خلاويس قولي لسه تعالي. ما فين؟ تعالى ايه نبدا نقفل كل حاجه ورانا. تعالي عشان ايه اللي بره بره واللي ذاكر ذاكر. ثانيه يا مازن تعالى. ايه اللي بره بره؟ ما فين؟ ما فيش حد كده بره خلاص. استنى تعالى تعالى نبدا بقى ايه نشوف مين اللي موجود. تعالى مفيش حد هنا. تعالى يا مازن تعالى تعالى ورايا. ربنا يستر ربنا يستر وان شاء الله هنقابلهم. تعالى اول حد، في حد هنا؟ لا ما فيش حد. استنى تعالى يا بنت يا مازن تعالى تعالى ندور. مفيش حد هنا اكيد. مفيش حد. تعالى يا مس دوري معايا كويس. تعالى مفيش حد هنا. مازا تعالى دوري معايا بنت، احنا لازم نلاقيهم والله، شكلنا هنط في الميه لوحدي. تعالى يا مساميسو. ايه ده الرعب ده؟ والله العظيم انا تعبت من اول دقيقتين في الفيديو. تعالى ما فين؟ يا جدعان انتوا فين؟ ما تخوفنيش، انا بدات اخاف. نطلع لاعلى على جبهه. مفيش حد هنا. تعالى هما فين؟ تعالى مفيش حد هنا. مفيش حد. ماسة دوري معايا يا بت. تعالى انت خضيتيني اصلا. اكرامي فين؟ تعالى اكرامي فين؟ بقول لك يا اسراء دوري معايا على اكرامي هتساعديني؟ شكلك هيبقى وحش قوي. ده جوزي يا معلم. يعني ايه جوزي؟ كان هيقرب لك ايه يعني؟
نكرم بده فين؟ استنى كده مش موجود. لا ده في حاجة تانية. تعال تعال يا كرم فين بالله عليك؟ قولي والله. هو قال لي خدي محمد وانا ما رضيتش تعالي تعالي يا كرم والله العظيم نسيبك. تعالي تعالي مقفول مقفول يا كرم فين؟ اقسم بالله الواد اتبخر والله العظيم الواد اتبخر. استني يا ماسة يا كرم انت فين؟ انت فين يا عكرميشو؟ اكرامي انت اكرامي انت هنا؟ مش موجود هنا؟ ماسة دوري معايا على اكرامي يا بنت. مش موجود هنا في الحمام ده؟ ده حاجه نيله. الواد استخبى فين؟ شباب يا جدعان انا هعمل مسابقه اللي يلاقي اكرامي بالله عليك يقول لي. الواد راح فين؟ قلبت الدنيا عليه. استنى يا ماسة وكان بقى فين؟ قولي والله ما لاقيها. والله العظيم تعال نشوف الاوضه دي. تعال 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 هنا اقول رب لاقيه. يا جدعان لطفي راح فين؟ هو ايه المكان المهجور ده؟ تعال اكرامي استنى كده هندور عليه. تعالى كده حد يفتح البتاع ده. اكرامي جوه؟ اكرامي فين؟ تعالى يا اكرامي انت هنا يا اكرامي. تعالوا ماسة خليك خليك عندك يا ماسة. تعالي استخبى هو فين؟ تعال تعال انا تعبت والله العظيم. روت فين؟ كان بخر والله وقلعي. هما راح فين؟ والبنت فريدة وراح فين؟ ماسا اكرمي فين؟ متعرفيش فين؟ مشي؟ تعالي 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 بسرعة تعالي تعالي ورايا. خد بالك اوعى اوعى تقعي. تعال تعال لا ده استنى في حد هنا. استنى استنى تعال تعال بس اشتغل اشتغل يا ابويا. تعال تعال نشوف مين. تعال نشوف مين دي. تعال تعال انزلي. اكرامي فين؟ اكرم فين؟ الاوضه اللي تحت. قولي والله قولي والله والله العظيم الواد اتوقع منه اي حاجه. اتوقع منه اي حاجه في الكون. اكرامي الواد راح فين؟ اظهر يا اكرامي. الواد راح فين بجد؟ خرب بيت الرعب. ايه يا كرام انت اختفيت بجد؟ ما هو مفيش مكان تاني. اقسم بالله ما سبت حته غير ما دورت عليها. تعال شب اكرامي وراح فين؟ قولي والله ما تعرف مكانه. والله العظيم ما شفته هو مستخبى. هو قال لي خد محمد وانا قلت له. ومشي ازاي؟ مشي ازاي؟ اه يعني مشي في اي حته؟ بقول لك جوزي. طب طب لا ما انت هتدوري معايا. ما تفرطي تدوري معايا. قولي والله فوق. انا شفته فوق بس ما اعرفش فين. تعالي بس بقول لك ايه لو لقيناه ما تقولش ان انا خبصت. ما انت المفروض انت خلاص بقى انت المفروض تمسكي معايا بجد. اه والله شكلك بتضحك عليا. لا بقول لك ما هو المفروض انت خلاص خسرت المفروض تبقي معايا. الواد راح فين؟ والله العظيم الواد اختفى. طب انت شفته في الجرافو؟ شفته في كل حته. ده معاه محمد كمان. استني اندهي ميدو. قول يا ميدو. قول يا ميدو اندهي يا ميدو. طب بس هو كده هيكسب صح؟ لا مين ده؟ ايوه كده خلاص. اه قول يا ميدو بس. ميدو
يا ميدو يلا جبت لك ايس كريم يا حبيبي. ميدو ميدو يا ميدو عندك يا ميدو. ده حوار نيلة والله العظيم حوار نيلة ده. يا مدام ميدو ميدو حبيبي انت هنا؟ هو ده اختفى يعني هو وميدو مع بعض هو وميدو مع بعض هو وميدو مع بعض يا هو ميدو فين؟ قول والله مش هنا؟ والله مش هنا. انا ولعت الكشاف بدور في الكشاف. خد راح فين؟ الواد راح فين بجد والله؟ اقسم بالله اختفى. لا مفهوم مقفول اصلا مفيش حاجه فوق. الواد راح فين؟ يا عين احي. الواد اختفى والله. وقسما بالله ما لاقيينه. تعالى تعالى. ممكن يكون طلع بره اصلا المكان بابا او والله ممكن اصل كده مفيش مكان تاني احي والله انا خفت والله. طب وقايه فين؟ استنى كده هقول لي حاجه كده ما قدمناش غير حل واحد. ميدو تعالى كده راحت فين؟ وفاء يا جدعان تعالي يا فريده تعالي يا فريده شفتك كنت مستخبيه في العربيه جوا حضرتك انا يموتني. اكرامي فين؟ مش عارفه والله. قولي والله ما تعرفي. اكرام انت كسبت. اقسم بالله دورت عليه في كل الدواليب. اكرام والله العظيم ورب الكعبه ما سبت مكان غير لما دورت عليه فيه. اكرامي ايه ايه انا اوضه استني كده انا دورت فيها باين اكيد دورت فيها. اكرامي انت كسبت والله كسبت خلاص والله العظيم فعلا مش لاقيه قسما بالله. اكرامي مش كده هو اقنع محمد ازاي اصلا يسكت؟ اكرام انت كسبت. ده انا تعبت والله خرب بيت فقرك يا اكرام ورب الكعبه ما الاقيهم بجد. محمد ايه مقفول اكرامي انت كسبت والله والله العظيم كسبت. تنزل اظهر يا دي رجلي وجعتني والله في كتر اللف. طب قول حاجه مفتاح العربيه فين؟ مفتاح مع فوفا اهو طلع. انت كنت فين؟ يا سريع انت كنت في الروف فوق؟ كنت في الروف؟ في الروف فوق؟ لا والله قول والله كنت في الروف. مستخبيته فين؟ لا ما تخلص اعترف ما تخلص والله ما هقول والله انت والله ما هقول. ميدو انت كنت فين؟ تعالى ميدو قول محمد ازاي يسكت ما يعرفش. تعالى والله العظيم ما هرمهم لك بس قول لي كنت فين. شاطر يلا قول كنت فين. اه تحت المرتبه. لا والله العظيم كنت هشوف. قول والله ما اللي في الدور الاول اقسم بالله غير محلف بالله. لا لا انت كده بتحور غير محلف. انا كسبت والناس هي تتوقع كنت فين. صح انا كنت انا والله العظيم وقفت عند مدرسه والله قسما بالله قلبنا الدنيا ما لقيته. كل حاجه صل على النبي هتنزل مكان اسراء واحده. لا ما مره الفريده ومره الاسراء يا عم المضحي مش انت الاب المخلص الجامد. بقول لك ايه بقى عشان انا تعبت غسيل ممكن تقلع الشرطه اللي عليه. نزل لي البطيخه اقلع البطيخه انزل البطيخه هوبا. تعالي فريده تعالي نطي نطي. هو ايه اللي واحد منكم؟ بصوا يا جدعان الناس دي الناس دي مش كفو احكام كده. ايه ماشي يلا فريده يلا مكان فريده.